وبذل الجهود في تدريبه وتأهيله رغم الانشغال الكثير بالمعارك في جبهة القتال. الأمر الذي يجب معه أن يدرك الجميع ضرورة الاستمرار في الإعداد والبناء لجيشنا الوطني على أسس ومعايير وطنية وعلمية ومهنية قائمة على المساواة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. والدفاع عن الوطن واستقراره وعن مكتسبات الثروة اليمنية الأم سبتمبر وأكتوبر وإعادة الروح إليهما وإعادة الدولة المختطفة، وذلك لن يتحقق إلا باستعدادكم للزحف بمهارات قتالية ومعنويات عالية لدعم إخوانكم الذين يحيطون بالعاصمة لانتزاعها من أيدي الميليشيات وتحرير مؤسسات الدولة من قبضتها وإعادتها لتقدم الخدمة للمواطنين. أيها المقاتلون، إن آباءكم وأمهاتكم وأسركم وكافة رجال وحرائر اليمن المغلوبون على أمرهم ينتظرون اللحظات التي تخلصونهم فيها من سيطرة الميليشيات التي أهدرت الحريات وأسقطت الكرامة والقيم اليمنية العربية الأصيلة في سابقة لم يحدث في تاريخ اليمن القديم لها مثيلا. الإخوة المقاتلون، إننا ندرك ما تعانوه أنتم وجمعاكم في الأمن والمقاومة الشعبية من شحة الإمكانات وضعف الموارد، ولكننا نؤكد أنها مشكلات سيتم التغلب عليها بإذن الله في القريب العاجل. وكما تسلحتم بالصبر طوال الفترة الماضية فما بينكم وبين الفرج إلا الاستمرار بنفس الهمة والصبر، وإن الفرج قريب بإذن الله، وإن مع العسر يسرا وأخلص النية، ومن يطلب الموت توهب له الحياة. بحثت عن هبة أحبوك يا وطني فلم أجد لك إلا قلبي الدامي. وثقوا أنه سيأتي اليوم الذي سيندم أي منا على موقف قد تجاعس فيه بسبب يأس أو إحباط أصابه في لحظة من اللحظات الصعبة. أيها الإخوة المقاتلون الحاضرون جميعا، وإذا أشكر جهود قيادتنا السياسية ودعمها لإعادة بناء الجيش الوطني ودمج المقاومة الشعبية فيه، فإن الشكر موصول للإخوة بالتحالف العربي على ما قدموه ويقدموه من دعم لهذا الجيش، وفي مقدمته المملكة العربية السعودية ودارة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين. الإخوة الحاضرون، وإنني من هذا المقام أنادي قيادتنا السياسية وإخواننا في التحالف العربي وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه قادة التحالف العربي ألا يعطوا الفرصة للاستمرار في محادثات السلام العبثية التي يراد منها كسب المزيد من الوقت لفرض أجندات على حساب أمن واستقرار جزيرتنا العربية حاضرا ومستقبلا، وتمكين تلك الميليشيات من الاستمرار في العبث بأرواح الكثير من المواطنين شيوخا ونساء وأطفالا، وما حصل في مدينة تعز خلال فترة المحادثات في الأيام القليلة الماضية كاف لو أن رعاة السلام ينظرون بمعايير عادلة ترغب في سلام حقيقي، مع تأكيدنا وحرصنا الشديدين على السلام الذي يوجد الاستقرار على الأرض ويعيد لليمن دولته وللشعب سكينته. وفي الأخير أسأل الله تعالى أن يحفظ اليمن والبلاد العربية من كل شر ومكروه، وأن يرحم شهدائنا، وأن يمن بالشفاء على جرحانا، وأن يفك أسرانا، وأن يمن علينا بالنصر المبين. فشدوا العزائم أيها الأبطال، إن شعبكم ينتظركم. شدوا العزائم، إذا لم يكن إلا سنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفجل إلى فجرة